جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. وضد الافكار المتخلفه في ايام قرطاج المسرحيه سنة كانت في مستوى عالي، لانه مديرها الاسعد الجاموسي دشن فكره جديده اللي هي الانتاجات المشتركه بين تونس وبلدان اخرى. انا شاركت في انتاج تونسي فرنسي اسمه الدنيا منامه لا فيتا سونج، وقع في مطمطه وفي صفاقس وفي الكاف اعمال مشتركه اخرى مع ايطاليا مع بلجيكا. فالتظاهره هذه فرض نفسها في العالم العربي، في المسرح العربي، الفنانين والمخرجين والممثلين اللي مغرومين من المسرح الكل كلهم يتجراوا لأيام قرطاج المسرح، والجمهور أيضا، لأنه القاعات كلها معبية، القاعات كلها معناتها اللي واكبت المهرجان كلها معناتها القاعات صدى كبير. وبعد ديما عندنا ديما في تونس الله غالب هذيك عادة ديما عندنا خلل في التنظيم، لكن ما فيش دواء فيهم الكل ذا اللي صارت بجي تسي وجي تسي وجي امسي ما فيش دواء زايد. خلينا هذيك خصوصيتنا هي تنظيم جاي مشكلة صغيرة هي بركة على خطر برضو يحاولوا جي ما كل هي ديجا ربحنا حاجة اللي وزارة الثقافة خلت الحرية للمبدعين باش ينظم باش يبرمجوا المهرجان نتاعهم ويختاروا، ما عادش فماك التدخل برب يجيب لي فرقة فلانية ويجيب لي هذيك وهذيك رسمية وهذيك مش رسمية إلى آخره. ارتحنا من المشكل هذاك، لكن قعد ديما اللي وزارة الثقافة هي اللي تنظم اللوجيستيك ما حتى هي مش تمنها، مش خصوصيه وزاره باش تنظم وطيارات وسيارات ومشي وجاي وماكله وكل، مش خدمتها. يلزم فما وكالات خاصه بالشيء هذايا تتنظم ديزيفينمون وتعطيهم القيمه نتاعهم وتزيدهم الاضافه، خاطر الجمهور يجي يتفرج في المسرح والفريق كله يخلص. ومن بعد تونس تصحح اتفاقية عالمية حول حقوق التأليف عالمية، معناتها انجاجمون انترناسيونال، معناتها يلزمك كونفونسيون انترناسيونال اللي انت مصحح في اليونسكو والى اخره، وزير الثقافة باش تصحح اللي هي المفروض كقانون تغلب القانون. وقت اش عملت تونس؟ أسست وكالة، ممكن وين فعلنا مشكلة نعملوا وكالة ولا نعملوا واحد. لا عجبتني وكالة بالجزم يعني فوق الواقع، وكالة مش وكالة. اي وكالة. عملوا وكالة حتى مستخدمين هذيك وحلوا الملفات ويجاوا اللي عنده مشروع كذا، لكن ما همش قاعدين يطبقوا. بعدين التلفزة التونسية كي تنتج مثلا الوطنية نحكي والخاصة زادة قاعدة تتبع، مش قاعدة تقول بعد فمن خواص قاعدين في انتاج الوطنية. بعد اللي لا الوطنية تبيع مسلسلات للقنوات الخاصة. تعرف قديش تبيعهم واحنا ما نخلصوا حتى شيء. تعرف قديش لك هتضيع خاطرك انت تعرف قديش هتتفق لا لا تو تقول لي قديش حتى تخرج مباشره حتى تبيعوا بدوره حتى تبيعوا بدينه كل فنان عنده لازم ياخذ حقه، فهمت؟ وما تنجم تعمل حتى شيء وتمشي تشكي وتمشي للوكاله هذيا الوكاله اللي عملوها، فهمت؟ يقول لك كيفاش تحبنا نشكيو بهم كيفاش باش نعملوا، خذ افوكا وجيني افوكا عدا كان انا في كل ما واحد يعمل مخالفه نمشي نعمل ميزانية ما تغطيهاش حقوق التأليف. وش تاخذها تشوف ليه؟ والله شو تاخذها حقوق المقاطعة. فما فيزيقية ما ورائية معناها واحد والله ولات واقعية أكثر. أنا إنسانة واقعية معناها نؤمن بالخدمة ما نؤمنش بالحظ، خاطر حتى كان واحد ما عندوش حظ ما يلزم يغلبوا، فهمت؟ يغلبوا بالخدمة. واللي عنده حظ مش لازم يخدم. حظ واحد يخدم على روحه. اي لما معناتها 90% حظ ما تجيش. ما تجيش. معناتها لازم 90% خدمه، وحده 5% شانس تجي مناسبات، تجي تقابل انسان في ظروف معينه في الوقت اللازم، في الوقت اللي هو حاجته بكذا ولا يلوش في المشروع الفلاني، تجي تناسب انت في الفرص. فهمت؟ حتى نجم واحد يكون يخدم، لكن للاسف الخدمه نتاعو ماهيش واصله ولا ماهيش ظاهره. ما توصلش ما تتوزعش الى اخره، خاطر فما ظروف، لكن انا نمن بحاجه اللي الخدمه تجيب وقت اللي الانسان يخدم وعنده دي تالون. حتى كانت تطويل المده يجي نهار دائما الجمهور يقبله وخدمته تكون مقبوله ومعروفه. حظ مش يخدم ما ينجح. موجود والله موجود. موجود. اما ما يدومش فرصه. فما مثل كيفاش ذكرني فيه المثل. اعطينا الحرف اللي مطلوب. سعود مش تعري تزني. فما برشا رجال عندهم برشا حظ مش تعطي تعري. ليش نقول لك هو
هو الوضع كما قاعدين نسمعوا توا ديما الوضع الاقتصادي منهار ديما منهار ديما يا ذي الحكايه تسمعوا فيها عن 3 أو 4 سنين تالي معناها ديما وباش نوصل يوصل دولار 91 ما عادش الناس تاخذ الشهري نتاعها وداجني ديما الحكايه ذي ما فهمتش وقتاش توفى انا معناها عملوها فتكه في التلفزه تفرجت فيها الحكومه كل حكومة دي تقول انا مش نجيب لكم حلول باش نمنع باش نوقفكم باش نرد لكم دنيا جنة ومن بعد يرجعوا هما يشكيوا ونرجعوا لنفس المشكلة ما هو اذا كان ما عندهمش معناها الامكانيات معناتها ما تعودش مش حكايه حكايه امكانيات ما ظهرش كان حكايه امكانيات ما ظهرش كان حكايه امكانيات فما اراده زاد اساسيه فد من الوعود الكاذبه الشعب فد من الوعود الكاذبه الى متى باش نقعدوا معنا وانت يعني فيه وحده معناتها معاون وحتى حد ما مش معقول معناتها فما بالك نحكيو على قاعات السينما اللي تسكر يجي واحد يحل قاعه ما يخليهوش تحل ما يحلها ما عندناش قاعات نتاع مسرح فضائيات المسرح ومش عملها المسرح فقط المسرح الموسيقى السينما كل شيء حتى حد معاونه باش 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 يعملها وانا مانيش نواجه في وزاره الثقافه لا 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 نواجه في الظروف اللي مثلا نقول ليش تفرض على الناس باش يخدموا بطاقه احتراف وفكره الاحتراف ماهيش موجوده مش موجوده ما كيفاش تحبني باش ولا يخدم ولا يخلي شكون يبادر معناها شنو الاحتراف؟ اعطيني الامكانيات تاع الاحتراف تنولي محترف كان انا محترف خاطر عندي بطاقه زايد مش لازم عليا البطاقه معناتها الاحتراف معناتها عندك اماكن تخدم فيها عندك استقبال جيد كي تمشي البقعه كيما احنا مشينا نقدموا في الدنيا منا ما في الكافله اللي شفنا لا الوالي لا المعتمد لا مندوب جهوي للثقافه وبعد احكي لك على المركزيه المركزية سي دو بيدون دو سي كالا لا مركزية شعارات فارغة على خاطر المركزية معناتها الجهة هي اللي تحب تكون الناس وتحب تجيب جمهور وتحب تستدعي فرق الشيخ وإلى آخره معناتها من ناحية تجي تقول لك اشبيع العروض كلها الكبيرة في تونس وحنا ما عندنا شيء كي نمشيو ولا ما تلقى حتى شيء كيفاش مشيت كيف باش تمشيو للطلبة بتاع المعهد العالي لل احنا حنا عندنا عرض ان نقدموه للطلبة بتاع المعهد الموسيقى والمسرح وكنا باش نقدموا المسرحية في فضاء اخر في القصبة هما حبوا نكونوا غاديكا خاطر يحبوا يكونوا سير بلاس ويشوفوا نعملوا معهم حوار ورشاد الى اخره كي مشينا غاديكا لقيناهم كل في تونس هبطوا تونس هما يعملوا في المركزية رصاص قطرين جاوا تونس هما 15 قصيدة شعرية كتبتها بالفرنسوية تحكي على وضعيتي وكيفاش عشت من الثورة كتبتهم قبل شوية 14 جانفي وشوية بعد 14 جانفي سنة البوم فيه الراب فيه سلام فيه البالس فيه التونغو فيه عدة وانت كيفاش عشت الثورة؟ عشتها كإنسان فرحان ومن ناحية أخرى حيران حاير مانيش عارف شوين باش تمشي الحكاية ومانيش عارف بالضبط معناتها عشتها ساعة كمواطن وكفنان ضايع خاطر ما عرفتش كيفاش باش تعبر فنيا على الحدث هذا ما لقيناش لا سينما لا المسرح لا حتى شيء ما لقيناش كيفاش نجمو نعبروا على فنيا على الحدث هذاك في وسطه لكن خاطر يلزم مسافه يلزم دو تون يلزم ديستانس فالحاجه الوحيده اللي لقيتها هي الكتابه هي الشعر اللي عبرت من خلاله يا ما ليالي لو خيالي افضل اصبر روحي بكلمه يوم قلتهالي يا ما ليالي انا وخيالي افضل اصبر روحي بكلمه يوم قلتهالي وبعد افكر في اللي قرالك واللي قرالي أبات أفكر في اللي قرالك واللي قرالي وقول ما شافش الحيرة عليا لما بسلم ولا شافش يوم الشوق في عينيا لما بسلك وقول ما شاش الخير علي لما بسلك
ولا شاف شي يوم يشوف عني لما بسلم ورقة وصلحك تاني أحن لك والآني ورقة وصلحك تاني أحن لك والآني بدي أشكي لك من نار حبي بدي احكي لك اللي في قلبي بدي اشكي لك من نار حبي بدي احكي لك اللي في قلبي واقول لك اللي سهرني واقول لك اللي بكى جوهرة FM الدنيا ما فيها